الطموح ما إلى حدود، والعمر مجرد رقم ما يحكم الإنسان أبداً. دائماً الروح والطموح هي اللي تحكم أي شخص على وجه الكرة الأرضية، والاختلاف مهم. فأنت شلون تختلف وشلون تتميز؟ اليوم السيدة نجلاء تميزت بطموحها وباختلافها، اللي هي عندها طموح تسعى تحقق دائما الأفضل لنفسها، وبالتالي ممكن حتى تخدم المجتمع رغم كبر سنها. نجلاء طبعا طالبة جامعية سورية تنتظر التخرج من الجامعة والخروج أيضا من بداية عقدها الثامن. في نهاية عقدها الثامن أطلقت نجلاء طبعا العنان لحملها الدفين بدخولها للجامعة حتى يصبح الموضوع واقع ممزوج بشغف ربيع الشباب المقبل على الحياة والعلم. وصفها أنه هذا الموضوع متلازم مع الإنسان وطموحه، وما يفرق هذا الطموح غير بس الموت. وقالت أنه هي طبعا دخلت الجامعة وهي في السن 79 سنة، ما شاء الله، اللهم بلا حسد، هو هذا الطموح الحقيقي. وقالت أنه لم أسمح للعمر أن يحول بيني وبين حلمي بالتعليم ودخولي إلى الجامعة. كانت ترغب في دراسة قسم رياض الأطفال لكنها لم تستطع لظروف معينة. بعدها طبعا حققت أنه هي دخولها قسم المكتبات، القسم الآخر الذي أحبته وتمنت أنه تدخل لهذا القسم. فخلونا نشوف هذا الفيديو للست نجلاء اللي هي راح تتخرج بسن 80 سنة. أنا رابعة مكتبات ومعلومات إنسانية، إن شاء الله 28 الشهر الامتحان، إن شاء الله نقدم منيح. إيه يا حبايبي، أنا كبيرة، أنتوا أحفادي. العلم لا يعلى على شيء. بحب كل العالم تتعلم، والعلم تقدم، والعلم تاريخ. تصور معي. تفضلي. الجامعة، لباب الجامعة، أفكر حالي كأنه طير ماشي بس يوصل على قاعة المحاضرة. بحس بي يعني كثير، بحس بي محبة اشتياق، بحس كثير بأشياء ما بعرف، كأنه لون الأزهار، لون الخضار، لون الطبيعة، هيك بحس وقت جاي أنا وأطلع. شغل يدوي أنا بشتغله حتى كفي مصاريف الجامعة وصرف عائلتي. هيك من الزعل من الهجرة أو من النزوح بلشت أدرس. يعني فجرت هالزعل كله بالكتب. كل يوم بقعد من الساعة أو ساعتين وأحيانا ثلاث ساعات. بعد بقوم على المطبخ بعمل كاسة زهورات أو بطبخ تكون إجت بنتي وابنها من عملهم. منحط الغداء، منتغدى وبرجع على الدراسة. بدرس للساعة 4:30، بعدها بيتعبوا عيوني، بقوم بمشي شوي بالبيت، هون بالبيت. يعني نتمنى الصحة والسلامة وطولة العمر والنجاح للسيدة نجلاء. اليوم هذا الطموح، لو تعرفون النقاش اللي صار بالكونترول على طموحها وعلى حبها للحياة، وأنه هي كل ممكن المشاكل اللي تصير أو الأمراض اللي تصير للأشخاص بهذا السن هي تجاوزتها بطموحها وبإصرارها على أنه هي تحصل على الشهادة حتى ذا عمرها 80 سنة.